هذا بينما عين رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي كفيفا في منصب وزير الثقافة، وهي المرة الأولى التي ينتظر أن يتقلد فيها كفيف منصبا وزاريا في تاريخ تونس. وقال الزيدي في مقابلة خاصة مع العربي أنه يطمح إلى النجاح في هذا المنصب وإيصال الثقافة إلى المحرومين وذوي الاحتياجات الخاصة. تلقيت الخبر متوجسا وجلا، لأنها أمانة والأمانة خزي يوم القيامة إذا أخفقت فيها خاصة. في الحقيقة وطنت النفس على رهان أحاول أن أكسبه، هو أن تكون الثقافة كما كانت بالنسبة إلي وما تزال غذاء، أي أن تصل الثقافة إلى المحرومين منها في أقاصي البلاد. وينضم إلينا من تونس مراسلنا هناك وسام دعاسي. وسام، يعني نعلم أن الوضع صعب وأن الطريق ليس سالكا لهذه التشكيلة، تشكيلة الكفاءات كي يصادق عليها البرلمان، ولكن هل تأكد ما سمعناه من أن حركة النهضة المعارض الأول لقصة الكفاءات قد تصادق على هذه الحكومة ولو بتحفظها على قصة الكفاءات؟ بالفعل موقف الأحزاب التونسية وكأنها تريد شد العصا من الوسط، تقريبا كافة القوى السياسية من جهة تعلن تحفظاتها على بعض الأسماء وعلى تكوين حكومة تكنوقراط، ومن جهة ثانية تعلن مساندتها ورضاها على هذه التركيبة الحكومية وتعتزم منحها الثقة أثناء عرضها على البرلمان. رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة نور الدين البحيري قال إن الحركة يعني تفاجأ أو ترحب بهذه التركيبة الحكومية، وقال إن هشام المشيشي عدل في تركيبته الحكومية بناء على طلب ودعوة الأحزاب، وقال إن موقف الحركة سيتبلور أثناء النقاش والتباحث مع شركائها في البرلمان وهم ائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس وكتلة المستقبل وبعض المستقلين الآخرين، وقال إن مجلس الشورى سيصدر هذا القرار النهائي بشأن دعم الحكومة من عدمه. أيضا منذ قليل أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب قلب تونس المشارك في اجتماع مكتب البرلمان لتحديد موعد جلسة الثقة لرئيس للحكومة المرتقبة، قال أن هذه الجلسة جلسة منح الثقة لحكومة المشيشي ستكون في الثلاثاء المقبل، وقال أن حزب قلب تونس يرحب ويدعم هشام المشيشي ولديه الثقة التامة في حكومته، وقال أن الحزب يريد إنهاء ما وصفه بحكومة تضارب المصالح في إشارة إلى حكومة الياس الفخفاخ الحالية. من جهة ثانية حركة الشعب التي أعلنت قبل تشكيل هذه الحكومة أعلنت دعمها ومساندتها لرئيس الحكومة هشام المشيشي، قال رئيس أمينها العام زهير المغزاوي أن حركة الشعب ترحب بهذه التركيبة الحكومية رغم تحفظاتها على بعض الأسماء وبعض الشخصيات الوزارية، وتقريبا نعم. هذا هو الموقف، هذه المواقف الأحزاب إلى حد الآن، مواقف أمنائها العامين في انتظار جلسة الثلاثاء المقبل لتحديد مستقبل هذه الحكومة في ظل هذا الرفض لتكوين حكومة كفاءات مستقلة والترحاب والدعم ربما خوفا من إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة. طيب، بقي أن نعرف إن كان هناك شعور لدى الشارع التونسي بأنه معني بهذه التجاذبات السياسية. بالفعل المزاج الشعبي التونسي يبدو أنه قلق تماما من الصراعات الحزبية ومن تغيير الحكومات، خاصة أن هذه الحكومة هي الثالثة في غضون عام، وبالتالي هو يعلن ربما المزاج يبدو ربما متحفظ عن تغيير هذه الحكومات، لكن هناك ترقب من الحكومة المرتقبة خاصة في يعني الملفات ذات العلاقة بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة مع تدهور
تتدهور الأوضاع المعيشية في أزمة وباء كورونا، بالتالي هناك شعور عام بالضيم، لكن هناك أمل في تحسن الأوضاع لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي، خاصة هناك ترحاب على مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين كفيف وتكليف كفيف في منصب وزارة الثقافة، وكذلك تعيين تقريبا 8 نساء في هذه الحكومة المرتقبة. بالتالي ردود الفعل في الشارع التونسي بدت متباينة بين من يرى في هذه الحكومة بشرة خير إن صح التعبير، وبين من يرى أن هذه الحكومة لا يمكن أن تدوم وتعمر طويلا بالنظر إلى الصراعات الحزبية، وبالنظر إلى أن تغيير الحكومات أصبح شيء مألوف منذ الثورة، ثورة 2011. أشكرك مراسلنا في تونس وسام دعس.